90 طنطا. السؤال الأخير ده السهل الممتنع، اللي هيستعجل مش هياخد 10 نقط. سرعة البديهة. والسؤال هو كم ربع ساعة في 3 أسابيع؟ هيثم إجابتك 42. إجابة خاطئة. أخذ إجابة حالا. إيمان 2016. 2016 بعشر نقط. إيمان إجابة صحيحة. برافو عليك يا إيمان، برافو عليك. 2016 هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط لإيمان، وبكده النتيجة 100 طنطا